نفس الشيء اللي احنا عملناه هنا في الحلقات السابقة هنعمل دي برضو، لان احنا كده دي سيبناها فارغة، حصلت اللي هو ما ضافش القيمة، وفي الاخر الصافي ما ظهرش، الصافي ما ظهرش. اللي احنا عملناه هنا هنعمله هنا. هنيجي عند الامر الطباعة الاول، هنعرف الاول التكست، اللي نعرف على اسم اسماء التكست بوكس اللي هو اللي عليه مشكلة، هيبقى تكست 111. هنيجي عند امر الطباعة، نفس اللي عملناه هنا بس هنا هتبقى if else. is null نفس الكلام ده كله. تكست 111 لو ثابت، لو ساوت صفر يبقى نفس الكلام ده بس هيبقى 111. الس اف ولا اف الس؟ اعتقد الس اف. امال ليه بتعمل احمر كده؟ ماشي نخليها اف برضو، نحط الزين بتاعها. لكن هنعمل اند اف 2، اند اف واند اف. بس كبر الجمجمة، كبر ايه الجمجمة. هاني اهو وش تاني هنعمل الاضافة. هنا صفر وصفر، لو شيلنا ده رجع التاني صفر، لو شيلنا ده في تحديث بقى محدث. تعالى يا أمر طباعة، شو تكس 111. ماشي هنقفل الأول إلس كده إن. ماشي بعد كده
دبندنسي دي فنشيل بقى ايه واحدة لسه نضيف اصناف لازم نضيف اصناف يا سيدي ادي كده صفر اهو شيل تمام شيل تمام بس هنا كتب صفر بس ليه ما ظهرش هنا بقى هو كتب صفر اهو ليه القيمة هنا ما ظهرتش طيب اقول لك سهل ماشي عشان هنا ده حاجة وده حاجة يعني الأول هو بيدعم فين بعد بعد الأبديت المفروض هو بيروح عند كويري سبعة كويري سبعة وبيدخل الداتا في كويري سبعة اللي هو اكس في كوري سبعة اكس ده كله هيضاف هناخد اللي عملناه هنا نيجي نضيفه هنا ده 11 كده هيلث بعد كده اند اف بس هنا بتساوي صفر بس كده كده هينفذ نفذ ولا نفسي نفذ ده خلاص انتهينا من الحتة دي الحلقة الجاية هنخش في الفواتير السابقة الفواتير السابقة كل فاتورة سابقة جايب تاريخ النهاردة 9/12 بص بص ده كلام ده كلام بقى ده اسمه كلام يبقى ونفس العميل يبقى الحلقة الجاية هنشوف المشكلة دي ونعالجها ازاي لو اسم العميل ثابت هو والافندي التاريخ ده ايه ان شاء الله هتتعمل في الحلقة اللي جاية الخاصة بالمبيعات شكرا والسلام عليكم ورحمة الله